يلا عزيز الهمام. نحن عم نبذل أقدر طاعتنا يعني، عم نعزز كل النقاط، جاهزين لأي عمل عسكري بحال إنه عم يتحول يتقدم أو هاي أو عنده في أي فكرة للتقدم، عم نرصد أي نقاط له، عنا أكثر من نقطة له راضينا، بحال أي تحرك جاهزين للرد العسكري مباشر، وما في عنا أي يعني تبارد عسكري باتجاه النظام من كل المحاور، ما في أي محور بنقول عنه إنه بسيط أو هاي، أي محور بيحاول يتقدم عليه نحن إن شاء الله جاهزين.